حقيقة الآن ما بنعرف شو زملائنا في حمام بدهم يشكلوا إلا بدهم يتشاوروا إلا بدهم يتناقشوا. الفكرة لحد الآن مع احترامي جدا لأعضاء المبادرة ما زالت الفكرة غامضة. إذا الفكرة صارت أكثر وضوحا ممكن نحن نبدأ اقتراحات لأكثر والقانون. بدعوة من المقاومة الثورية الشعبية، دعوة اليوم لنشطاء ريف حماة الشمالي. الحقيقة هدف هذه الدعوة هي التباحث والاطلاع على الآراء لإيجاد حل لما نمر إليه من صعوبات ومن إشاعات تجتاح المحرر. الهدف الثاني هو توحيد جميع الجهود من أجل معركة الصمود والتصدي. الهدف الآخر هو تطمين شعبنا. الفصائل جميعها أخذت قطاعات الجبهة، كلياتها أخذ قطاعات جميع الفصائل، قسمت الجبهة إلى قطاعات وتم الاستعداد للمعركة. كمقاومة ثورية شعبية نحن عملنا بين الثوار والنشطاء لنكون نحن الخط الثاني لجميع الفصائل بحيث نوجد نوع من التلاحم بين الحاضنة الشعبية وبين الثوار وبين الفصائل لإعادة الثورة لحاضنتها ولإعادة الثورة إلى مسارها الحقيقي لنبذ جميع الخلافات. تشرفنا اليوم بنشطاء ريف حماة الثوريين، سمعنا لمشاكلهم وأخذنا كثير منهم أفكار إن شاء الله. كان ترحيب في فكرة المقاومة الثورية الشعبية، وإن شاء الله نقوم بتعميم الفكرة وتنتشر الفكرة إن شاء الله على جميع المناطق المحررة.